تمام؟ طيب هذا الآن أصلا هذا شو بسميه؟ هذا بسميه عبارة عن أوبجكت، أوبجكت أوبجكت أوبجكت. يعني أنا الآن ممكن أنا أسمي البنات على حسب اسم الديفايس اللي مربوط مع هذا إيش البن. مرات بتسهل علي هاي الأشياء الأساسية، موجود كل هاي الأشياء. بس نرجع على السلايدات مشان نشوف. هاي يعني هاي الديجيتال اوتبوت، عشان انا اعمل كرييشن لديجيتال اوتبوت لديجيتال اوبجكت. حلو، شو ديجيتال؟ هاي انا اذا انا عندي اوبجكت يعني ديفايس، فان، مروحه، كاميرا، اي شيء بستقبل باخذ ديجيتال اوت. يعني اذا بشتغل على زيرو او على 1 والى اخره بسميه اوبجكت. هذا الرايت عشان انا اطلع داتا سيت ذا اوتبوت يا زيرو يا 1. الريد انه انا الان ببساطه هاي عباره بترجع لي، انا باخذ الداتا من هذا البن، هاي بعطيه الداتا زي الرايت، يعني هاي وهاي زي الرايت، هاي الانتجر زي الريد، يعني هاي زي هاي وهاي زي هاي، تمام؟ وطبعا هو الان بتعامل مع الارقام اللي هي 0 1 على انها انتجر فاليو. شو انتجر فاليو؟ تذكروا هاي ايش الكلمه، انها عباره عن انتجر فاليو. طيب بشرح انا شوي شوي من باب انه اول شغله تركزوا معي بالاشياء، يعني في مصطلحات اساسيه لازم نكون اعرفها. خلص الان صرت عارف انه انا في عندي بلغه السي بلس بلس، تمام؟ في انا عندي هي عباره اصلا ديجيتال اوت، هاي زي الانتجر باللغه الثانيه، هي عباره عن كلاس اصلا. انه انا لما انا اقول ديجيتال اوت ماي ليد اللي هي ليد 1، بهاي الحاله زي كاني فتت على مكتبة على قسم العلوم. إذا قلت أنا بدي أستخدم قسم العلوم، لما أقول ديجيتال أوت خلاص بصير أستخدم أنا الميثود اللي موجودين داخل هاي الكلاس. يعني هاي عبارة عن كلاس، عبارة عن كلاس، وهذول عبارة عن ميثودات موجودات داخل هاي الكلاس. يعني أنا مجرد ما أجي أقول ديجيتال ديجيتال أوت مثلا إكس اللي هي بي 12، خلاص انا الان بقدر اصير اقول اكس دوت ريد، اكس دوت كذا، في فانكشنات كثير، اكس دوت كذا. اذا انا زي انا استحضرت المكتبه هاي كلها، وبنفس الوقت عرفت لي الاكس على انها اوتبوت، او انا عملت كونفجريشن لبن 12 عباره عن ايش؟ عن اوتبوت. طيب ممتاز. شوف الان كالتالي نكمل. عندي الان ببساطه، شوف الان هاي الان شفناها، هاي ديجيتال اوت، هاي انا بالذات مثلا مايلد هذا عباره عن اوبجكت بقدر انا اقرا منه والى اخره. هاي ممكن انا فعليا القيمه اللي انا اقراها ممكن اخزنها من متغير اخر عادي، يعني عادي هاي القيمه اللي موجوده هون خزن لي اياها على الاكس، وراح نيجي بالتفصيل على هاي الاشياء الاساسيه. طيب يعني ممكن انا استفيد من القيمه اللي موجوده اللي طالعه على بن فلاني. طيب شوف الان، بس الان هي نفس الشيء. شوف الان دائما بقول لك وين انا اعرف الانبوت، بغض النظر انبوت او اوتبوت، وين اعرفهم؟ باي ديفايننج ذيم ات ذا ستارت اوف ذا بروجرام، زي ما قلنا قبل شوي بين الانكلودنج وقبل المين. هاي شغله مهمه انتبهوا لها مرات. طب انا وين الايرور عندي بتيجي تدور مثلا كنت انا اشتغل بمختبر؟ لا، بين هون يعني قبل المين ببساطه. وانا دائما وهي قلنا على الانكلودنج، انكلود انا لما عملت انكلودنج للامبيد عباره عن مكتبه كبيره قدرت استخدم منها المكتبه الفرعيه الصغيره هاي الديجيتال اوتبوت عشان انا اقدر استفيد من هاي الميثودات، تمام؟ طيب شوف الان، دائما انا الان ببساطه قلنا سيت تو سيت او ريد ذا ستيت اوف ذا اوتبوت. يعني انا الديجيتال اوتبوت اصلا شو من ايش بتمكنني اصلا؟ انه انا اقدر اعمل سيتنج او اقدر اقرا القيمه اللي موجوده على هذا البورت باستخدام اللي هي ايش؟ الريد. طيب ممتاز. الان كتال حلو. انا الان ببساطه في انا عندي قاعده مهمه جدا. شوف هذا البرنامج، خلينا نطلع عليه. برنامج انا عندي جميل جدا. شوف نيجي نطلع انا كيف ممكن انا اربط للدات، استخدم اكسترنال ليد غير هذول.
طلع. يعني مثلا انا عادي ممكن يقول لك انا هيك بالمختبر بدي اجيب عصيغه سؤال وهذا الحل ليه. يعني مثلا بقول لك connect to leads leads هذا هو leads to leads انه اول ليد اللي هو مثلا green ليد، اثنين الليد الثاني ريد ليد، تمام. هيك هسه الان شو مثلا قال لك رايت سي بروجرام سي بروجرام تو فلاشينج او انا اعمل فلاشينج فور ليدز اللي هن هذول هسه جرين مثلا او اللي هي الريد ليد اون فور هاي اون اند جرين ليد اوف فور نص سكند اند ذن ريد ليد اوف اند جرين ليد اون فور نص سكند اند ريبيت ذس اوبريشن اولويز مثلا دائما بدي او تو انفينيتي هيك. بس اول شغله بقول لك كونكت تو ليدز دائما بالعاده الليدات هي شغله مهمه. انا اول شغله في انا عندي شغله مهمه جدا لما انا بدي اجي انا اربط ليد هذا الدياجرام تاعه. اول شغله بدي احدد انا وين بدي اربط هاي الليدات. هاي اول شغله بدي احدد وين اربط هاي الليدات. عني جي من جيب ليدين واحد احمر واحد اخضر بدي احدد وين، مو بدي اربط على بنات. هسه كنا اول ما بلشنا بالمحاضره حكينا انا عندي البنات اللي مسموح علي اربط عليها انبوت اوتبوت اللي هي من بن 5 الى بن 30 ل 26 بن، هذا ممكن انا استخدمه كانبوت اوتبوت. اول اجراء انا بسويه بغض النظر الطرفين زي بعض، بمسك مثل انا لانه دائما بالبورد بالابلكيشن بورد بتكون انا عندي ايش؟ بتكون انا عندي مثلا هاي البنات. اصلا لما اجي انا اقول مثلا هيك طلع في شغله، مثلا انا عندي انا وين رابطها هون مثلا هذا البن ماشي، هاي انا عندي مثلا بن 5 هسه هذا راح يكون موصل مع هذا، بوصله هون بوصله الطرف الثاني. هذا الطرف الثاني لازم يكون وين واصل؟ يعني طرف بوصله مع البن مثلا بي 5 خلينا نقول، وطرف بوصله مع الجراوند اجباري انا بالمختبر مع الجراوند هيك جي ان دي هذا الاوتبوت هيك الليد بالشكل. فانا شو عامل هو هون؟ رابط هاي وبعدين هاي على بن 6 ربطهم. بعدين ايش عمل؟ هذا ما هو انا عندي هذا انا موصله اصلا مع الجراوند، بيكون واصل مع الجراوند الرئيسي. وصلت مع الجراوند، شو اجيت اخذت كيبل وصلت هذا مع الجراوند، ونفس الشيء اخذت كيبل وصلت هذا اللي هو واير مع هذا الجراوند. الان جاهز. الان انت كهاردوير جاهز. انا قاعد بشرح لك خطوه بخطوه مشان تعرف خطوات انه كيف انا اجمع ما بين الهاردوير والسوفت وير. انا مبدئيا الليدات مرات بربطه مقاومات والى اخره بالسويتشات، رح نيجي شوي شوي. فانا الان ببساطه هاي انا عندي ليد بتحدد وين البنات اللي انت ربطت عليهم، يعني بتحدد بدك تقرا الداتا شيت تعد انا ربطته على بن 5 و6 ممتاز. الان بلجا ايش؟ الى البرمجه. انا بن 5
وبن ست بدي اسميه، اعطيه اسماء واعرفه على انه هذا عباره عن ديجيتال اوتبوت مش انبوت، لانه رابط عليه ليد. اول شغله شو اجيت قلت عادي هذا اسم انت بتختاره، عماد، امنه، اللي بدك اياه، اسماء، سمي اللي بدك اياه. على البي 5 ديجيتال اوتبوت عرفته. دائما يفضل اعطاء الاسماء على حسب الديفايس اللي انت شابكه وعلى حسب الوظيفه ممكن عشان تقدر تميز اثناء الكود. فالان ببساطه هي هيك الان بشرح انا وطلع كيف بشرح عشان تستوعبوا علي كيف انا انسق بين الهاردوير وبين السوفتوير، لانه راح تفوتوا على المختبر، راح تشتغلوا على المختبر، مش راح يضل الوضع زي هيك. تمام، شوف الان خلصت عرفت حلو جرين ليد والى اخره. باجي هون دائما اذا قال لك ريبيتدلي اولويز يعني بدي يضل تعيد الاشي بشكل متكرر، عادي قلنا عادي هون ريد ليد يساوي 1 ماشي وجرين ليد يساوي 0. هيا طب ماشي اسال انت اذا ما حطيت ويت راح يضوي وخلص ويروح ويخلص البرنامج، يعني زي يعمل فلاش ويروح ويطفي. بتقول له ويت يعني ويت بتظل هذا يتنفذ اللي فوق، هي يعرفوها الويت سهل استخدامه. انا شو ممكن انا مش جاي على بالي احط المساواه وهي اكثر شيء، بقول ريد ليد دوت رايت هيك اجي اقول بدي هيك اتشاطر 1 واجي اقول جرين ليد دوت رايت 0 حرنا طريقه خلص نص سكند راح ينفذ هذا النص سكند اللي فوق. بعد لما يخلص نص سكند يعني زي بيعمل ستوب على هاي الستيت اللي فوق، بيجي نفس المبدا وهكذا. تمام، وصلت شو الفكره؟ فانا الان ببساطه لما اجي انا اطلعها طلع كيف، وراح نحل امثله كثير على هذا الموضوع. فانا هاي كود بسيط، بس الان انت انا الفكره اوكي بدنا نطلع عليه برنامج بسيط، بس انا بدي تعمم الاشي اللي انا بشرحه. يعني انا اوكي ربطت للدات، بعد ما اخلص الهاردوير لازم اعرف وين البنات واسمي هاي البنات واعرفن على انهم ديجيتال اوتبوت في حاله ايش؟ اللي هو الاوتبوت. في حاله الاوتبوت ممكن انا اقرا القيمه اللي طلعت على اي ليد منهم. تمام؟ هيك الان ببساطه. تعال الان اطلع على هيك هو كاتب لك اياها كبلوك دايجرام داتا شيت، هاي جراوند في ان في بي ان ار، هذول لهم استخدامات خاصه. تمام، لليو اس بي والى اخره، هذول اكثر شيء لليو اس بي والى اخره. لاحظ هون اسمائهم مختلفه، لكن انا البنات اللي بقدر اعملهم كونفجريشن من 5 لغايه ال 30. تقدر تنزل الداتا شيت تعيد الامبيد وتقراها بالتفصيل شو ممكن تشبك عليها، شو ممكن تستفيد منها والى اخره. تمام، هاي الان ببساطه خلينا نحكي هاي كيف انا استخدمت اكسترنال ليد غير هذول اللي موجودين، هذول معروفين يعني امبيدد موجودات داخلها، انا بدي للدات زياده. للدات زياده ممكن انا الان راح نتعامل خلال هذا الشابتر، راح ناخذ امثله كثير على كيف انا مثلا بدي انا يضوي يصير لقدام، مثلا على سبيل المثال بالديجيتال لوجيك مثلا يصير يعد مثلا العد الارقام ديجيتالي، او انا اعمل برنامج اطلع زي كاونتر يعد لي على ال سي دي 0 1 2 3 4 5 6 7 وعيد. مثلا انا 3 بت كاونتر يعد من 0 لغايه 7، اجد اسئله زي 4 بت كاونتر، انا بدي اعمل شغلات معينه يعد لي عدد الاعداد الزوجيه الفرديه، اشتغل هون على الليدات على المايكرو كنترولر. بس الان شوي شوي هي عباره عن لانج، يعني شوي شوي الان بنطور حالنا بايش؟ بهاي اللغه. تمام؟ هيك الان بدي اركز على هاي الاشياء الاساسيه اللي انا بحكي فيها. تمام؟